صباح الخير مشاهدينا. من 21 أيار حتى 21 حزيران شمس مرفقتنا ببرج الجوزاء. بشكل عام بتميز برج الجوزاء بالازدواجية والتناقض بشخصيته، متجدد بكل لحظة وما بيستقر بولا ناحية، ما بيوفي بوعوده، ذكي كتير وبيتميز بالتفكير السليم والمنطقي، حساس وثقته بنفسه عالية بتخليه يتغلب على كل المصاعب الحياتية، متحدث بارع بيقدر يقنع الآخرين بسهولة برأيه وبيكره الروتين والنظام. طولوني بكرة تخبركن عن الناحية المهنية من شخصية برج الجوزاء. هلا ببلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. لازم تسرع حركتك هالفترة وتحاول تقوم ببعض أعمال الأيام يلي جاية، لأن الوقت رح يعاكسك وما رح يكفيك تتقوم بكل أعمالك، خاصة إنه أمامك مشروع كبير بدك تبلش فيه. أما عاطفياً تشعر بالاستقرار بعلاقتك مع الشريك. برج الثور اليوم كل شيء بيصير لصالحك، حتى لو بالأول حسيت الأمور ماشية عكس ما أنت بدك. عرفت تتأقلم مع التغييرات وبتشغلك أمور مادية، فدقق بكل التفاصيل. أما عاطفياً علاقتك بالشريك ممتازة. برج الجوزاء انتبه وخليك حذر بتصرفاتك، فكتير من الأشخاص عم بيراقبوك وناطرين تقوم بأي شيء خطأ. أما عاطفياً ما تتردد بالوقوف لجانب الشريك وحاول تعرف الأمر يلي زعجه تتساعده يلاقي الحلول المناسبة. برج السرطان عندك اليوم طاقة ونشاط كافيين لتحصل على يلي بدك إياه. مخاوف المشاكل يلي عم تمرق فيها بتخلص وبتتأكد من كل الأمور يلي كانت محيرتك. أما عاطفياً حاول تلاقي حل وسط بين آرائك وآراء الشريك وما تعني دعموافك. برج الأسد لازم تكون دبلوماسي أكثر بعلاقتك مع زملائك تضمن نجاح الفريق يلي عم تعاون معه. تبادل أفكارك وآرائك معهم وتعامل بهدوء مع تعليقاتهم. أما عاطفياً تلجأ للشريك وبتشرح له الظروف يلي عم تمرق فيها تيساعدك ويوقف حدك. منكفي أبراجنا على برج العذراء. بدك تحاول قد ما فيك اليوم ما تعصب وما تنهار. عم تمرق بضغط كبير، ما تتأثر بالأمور السابقة يلي صارت معك وما تتواجه مع المحيطين فيك. ما تقرر شيء بلا ما تستشير أقرب أصدقائك. برج الميزان ممكن يصير عندك منافسين جداد بالعمل، فكون على قد المسؤولية وما تظهر قلقك للآخرين. فبعض زملائك بيعم تمدوا عليك اليوم. أما عاطفياً ما تخلي حدا يتدخل بمشاكلك مع الشريك، بالرغم من الصعوبات اللي عم تمرق فيها ما تبتعد عن أهلك وعن أصدقائك. برج العقرب مهنياً الأمور ناجحة، كل شيء ماشي مثل ما بدك، نشيط ومجتهد بعملك وزملائك عم بيتعاونوا معك. أما عاطفياً علاقتك مع الشريك متوترة وعم تقطع ببعض المشاكل سببها يمكن أمور مادية أو شخص ثالث عم بيتدخل بيناتكم. برج القوس مشكلة صغيرة بتصير اليوم بتمنعك تقوم بأعمالك الاعتيادية، فحاول تكون واقعي بتقدير الأمور لما تخسر ثقة المحيطين فيك. أما عاطفياً كون متسامح أكثر مع الشريك واعطيه فرصة جديدة تتطور وتزدهر علاقتكم. برج الجدي قد إيه أنت رايق بالعادة، اليوم بتظهر مزاجيتك وعدائيتك، ما تخلي حدا يتحكم فيك، عصبيتك اليوم بتأثر على أدائك بالعمل. أما عاطفياً طريقة تفكيرك تجاه الشريك عم تتغير وعم تفكر بالارتباط الجدي. برج الدلو أنت شخص متردد كثير وهالتردد عم بيكون خطر عليك وعلى عملك. لازم تتخذ قرار مناسب بالوقت المناسب. تم بالمحيطين فيك مجال عملك لأن رح تحتاج لدعمهم لتتبنى المشاريع والخطط اللي بتطمح لها. نوصل لآخر برج، برج الحوت. التعب الجسدي والنفسي وفارقك اليوم وبتواجه بعض المشاكل العائلية المتعلقة بأولادك. مسؤوليتك الكتيرة وخاصة ببيتك عم تشكل عبء كبير عليك، فاضبط أعصابك وما تخلي هالأمور تأثر سلبياً عليك. بالنسبة لمولود اليوم فهو صريح وصادق كتير وبيقول رأيه بشجاعة وقناعة. حركته دايمة وبيحاول دايماً يبتعد عن الفشل. بيناقش وبيجادل كتير وبيقنع الآخرين بآرائه. مصلحته الشخصية هي الأهم بالنسبة له. من مواليد اليوم معارضة الأجزاء البريطانية ناومي كامبل. ولدت ناومي عام 1977 بلندن، ومن صغرها بلشت بتعلم الباليه وبالظهور كرائصة بعدد من فيديو كليبات. قبل بلوغها 16 سنة ظهرت على غلاف مجلة ال بريطانية، وزادت شهرتها من خلال العمل مع أهم المصممين والمصورين. بالإضافة لكونها من أشهر عارضات الأجزاء بالعالم، تتميز بحبها للأعمال الخيرية وبتأسيس عدد من الجمعيات.
هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده ام تي في لايف مع كاتفت.